أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، لنرحب معا اليوم بضيفنا الأستاذ طه من صالون ديماسي. أهلا وسهلا. بداية شكرا أستاذ طه لتواجدك معنا اليوم، ونتمنى تعرفنا شوي عنك وكيف كانت بداياتك مع الصالون. حبيبي، نحن جينا على الإمارات بال 2009. جينا كان طلعنا من بلد، جينا على بلد تانية لنأسس حالنا. مثل ما بتعرف دبي بلد الفرص، بلد الطموح، بلد الرزقة، بلد المصاري، بلد الأمان، كل شيء موجود فيها، كل شيء أنت بتكون جاهز عندك طموح حلو توصل فيه. سو جينا لهون حلا، يعني كنا بنشتغل بصالون، بدأنا مثل ستاف شوي شوي، سنة سنتين صرنا مستلمين المحل، سنتين ثلاثة تانيين استلمنا 4-5 برانشز، وبعدين يعني بعد وقت طويل من نجاح ومعاملة العالم ومحبة العالم، جهد كافي لهالموضوع انه يوصلك انك تفتح انت البزنس تاعك، وصلنا نحن فيه هلا ما شاء الله. فتحنا اول فرع بالجي بي سي وان شاء الله. طيب استاذ طه، لو تحكي لنا شوي على انواع الخدمات اللي بتقدموها بالصالون. هلا نحن هون ديماسي جن صالون بيقدم خدمات اللي هي نحن شعر ودقن، عندنا تنظيف البشرة، اهم شيء بتعرف انت لازم مش بس البنت تهتم ببشرتها، الزلمي هلا هون كمان عنده ميتينج، عنده البزنس، عنده مقابلات، فنحن بنحتاج نعطي للزبون الاشياء اللي هو ما بيعرفها. بنقدم له هو تنظيف البشره، عينية بالضفير، بدي مساج، بدي واكسينج، ومن ضمن لها مثلا اذا حدا عنده عرس كبير، عنده ايفنت، عنده حفلة، عنده اي شيء، في يحجز الصالون كله عنا. نحن من 10 المساء ل5 الصبح بيكون محجوز لعائلة او لافراد معينين، يلي هن عنده عرس وعائلته، عنده ايفنت، عنده اي شيء، الصالون بيكون بالستاف محجوز من 10 ل5 الصبح، مخصص لعائلة واحدة او زبون واحد. وعنا من 8 الصبح لتنتين الظهر كمان نفس الشيء، بيكون بوكيت فور وان فاميلي، فول ستاف، ايفريثينج. ما شاء الله. طيب استاذ طه، لو تحكي لنا كيف تميزت بتقديم هاي الخدمات وكنت متميز بضمن المنافسه الشديده عندنا في دبي؟ هلا مثل ما بتعرف انت هون بدبي كل ما بتبرم بتلاقي صالون، بس وين النجاح هون اللي بيميزك بين صالون وصالون تاني؟ هو اول شيء اختيار الستاف. كيف انت لما بدك تصور تختار كاميرا منيحه لتقدر تطلع صوره حلوه، مش بس اكسبيرينس، بدك كمان اختيار يكون صح. احنا بنختار هون ستاف يكون عنده فول اكسبيرينس، عمر المدة اكسبيرينس لتكون تحت الخمس سنين وابوف، فوق الخمس سنين، ويكون عنده خبرة بالامارات، لانه بتعرف الامارات فيها كل جنسيات العالم، ونحن هذا اللي متميز فيه، نختار الشخص الصح ليقدم السيرفس الصح. ما شاء الله. استاذ طاهر، لو حبينا نحكي عن المستقبل، وين بتشوف الصالون بالفترة الجاية وشو الخطط المستقبلية للصالون؟ أكيد دبي هي مثل ما قلت لك أنت، بلد واحد يكون عنده طموح ليوصل. نحن أكيد لما قررنا نفتح المحل مريرين نفتح محلات تانية بأماكن تانية ونكبر هالمجال. تعرف دبي كبيرة، دبي مليانة شانسون، فنفكر نفتح هلأ بالبزنس باي، نفتح بالميدان، نفتح يعني نبرم على الأماكن، يعني ممكن نعتبر هالخبر حصري. أكيد. موفقين يا رب. حبيبي أنت حبيبي. استاذ طه، من خلال خبرتك الطويلة في الإمارات ومجال البزنس، شو نصيحتك لأي مستثمر أو أي حد بيحب يفتح بزنس أو يقدم عمل في دبي؟ نصيحتي للشباب الجديد، احنا أكيد منشجع كل الجيل الجديد إنه يكون عنده his own business، ما يدل بيشتغل عند العالم، يعمل تطور لحاله. نصيحتي أنا، ما يجي واحد برا المصلحة ويجي بده يفتح صالون ويجيب شغيله هو ويجيب ستاف ووركر، هو ما بيفهم المصلحة. نصيحتي انه يجي واحد يأسس حاله صح، يعمل زبونات، يعمل كونكشن بالبلد، وبعدين ستيب باي ستيب يطلع، ما يطلع دغري. حتى لو اخذ معه وقت؟ اكيد ما في شيء ما بيجي بدون الوقت، هو النجاح بده وقت. شكرا استاذ طه. واخيرا بدنا نعرف كيف ساهمت دولة الامارات وحكومة دبي انها تساعد الاستاذ طه لحتى ينجح ويوصل للي وصله اليوم. اكيد نحن شهادتنا مجروحة بدولة الامارات، نحن تركينا بلادنا هون لنجي نتأسس بهالبلد ونعطي هالبلد كمان لمن من عنا. نحن بنساعد البلد كمان للأمان، نساعد البلد لتكبر وهي بتساعدنا لنكبر. سو الله يرحم الشيخ زايد، الله يقوي أولاده يا رب، محمد بن زايد، محمد بن راشد، يطول عمرهم يا رب،
شد مجروحة. وشكرا كتير لدولة الإمارات لاستضافتها لأنه هون وعايشين صرنا 14 سنة. نشكرك جزيلا أستاذ طه على تواجدك معنا، ونتمنى تخبرنا كيف ممكن نخبر المشاهدين كيف يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. نحن عنا هون كذا كروب لهالموضوع، عنا إنستغرام، تيك توك، وويب سايت، وعنا الفيسبوك. نحن عنا اسم البيج هي ديماسي جن سالون، إنستغرام، تيك توك، وفيسبوك ديماسي جن سالون، ورقم المحل 05279-23504. واللوكيشن؟ لوكيشن جميرة فيليج سيركل، وإن شاء الله قريبا بالميدان إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ طه. أهلا وسهلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.